لا انا ما كنقارن شيء مع البرامج الاخرى، اولا لان ما عنديش البرامج الاخرى كلها وما قريتهاش كلها، وثانيا كاعتقد ان البرامج اليوم عندما نتحدث عن البرامج ليس هناك برامج ديال هذه الفتره 5 سنين والبرامج ديال 5 سنين الاخرى و5 سنين، ما كيتبدلوش البرامج بهذا الشكل، يعني كتبقى واحد خطط الطريق اللي هو كيمكن له يتبدل، وهو ما يعني الظرفيه وهي المقاربة وهو النمط ديال الحكمة والأولويات، ونعتقد أن لنا أولويات تميزنا عن الباقي.